وأستغفره وأتوب إليه وأتوكل عليه وهو القوي المتين، وأعوذ بالله من همزات الشياطين ومن أهل الشر أجمعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، فبلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الكرام، أحييكم بتحية من الله مباركة طيبة، وتحية الله هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والدعاء، وأن يجعلنا جميعا من عتقاء رمضان، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، بعدما استمعنا إلى هذه الآيات البينات من هذا الشاب، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يرزقه الفهم والحفظ، هو وأبناء وبنات المسلمين جميعا، وأن يجعلهم من العلماء ومن الصالحين المصلحين. أقول أيها الأحبة في الله، روى الإمام أبو داود في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحب والبغض في الله واجب. أقول هذا الكلام لأننا أصبحنا نسمع في بعض وسائل الإعلام، ومن الذين لا صلة لهم بالدين لا من قريب ولا من بعيد، يتشدقون ويقولون بأنهم يتحدثون عن المحبة وعن الأخوة وعن التسامح وما إلى ذلك من الكلام الطيب الذي ظاهره الخير وباطنه الشر. ولذلك كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. بل سمعنا من بعض يعني الصليبيين يقولون، وقد كتب بعض المؤرخين، أن كلمة المحبة وردت مرة واحدة فيما يسمى في الأسفار أو ما يسمى عندهم بالإنجيل أو التكوين إلى غير ذلك، مرة واحدة، لكنهم ملأوا بها الأسماع، ملأوا الأبواق يعني العالم، وأصبحوا يتحدثون بأن هذا الدين هو دين المحبة وما إلى ذلك. فتعالوا إلى دين المحبة حقا وصدقا، فدين الإسلام هو دين المحبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا ليس كلاما يقال، ولكن هذا بالأدلة الناصحة والصحيحة والصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام السيوطي رحمه الله: بحثت في القرآن الكريم من أوله إلى آخره لعلي أجد شيئا يعادل هذه المحبة وهذه المودة التي جعلها الله تعالى في قلوب المؤمنين، في قلوب هذه الأمة، والتي أمر بها في كتابه المبين، فلم أجد شيئا يعادل هذه المحبة الدنيا بما فيها. لو كانت هذه الدنيا من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جمالها، يعني من شمالها إلى جنوبها، هذه الدنيا كلها مملوءة بالذهب وبالجواهر النفيسة، لم تساوي شيئا من هذه المحبة. ولذلك لو قلنا مثلا: هل يستطيع أحد من المحدثين أو من العلماء أو من المؤرخين أن
يقدر لنا محبة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بعض الصحابة أو الأنصار أو المهاجرين ومن صار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يستحيل. فلذلك الله تعالى جمع شمل المؤمنين في كلمة واحدة فقال: إنما المؤمنون إخوة. وإنما هي في اللغة أداة حصر، يعني ليس كل من ادعى الإيمان أنه كذلك، لكن المؤمن حقا وصدقا هو الذي توفرت فيه هذه الشروط، يعني أن يكون من هذا الصنف. ولذلك بيّن الله تعالى لنا مكانة ويعني مكانة هذه المحبة والمودة، فقال الله تعالى في حق نبيه الذي اصطفاه الله تعالى واختاره لرسالته وأيده سبحانه وتعالى بروح منه سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وروى كذلك الإمام أبو داود والترمذي وأقره الحافظ الذهبي والمنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: يبعث الله يوم القيامة أناسا على منابر من لؤلؤ عليهم النور الساطع، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى رجل على ركبتيه وقال بأعلى صوته: من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى هذه المنزلة الرفيعة وهذا المقام في يوم الازدحام والاكتظاظ، في ذلك اليوم الذي يقول فيه كل إنسان: نفسي نفسي، غدا توفى كل نفس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ومع ذلك هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم الناس، الناس يتمنون هذه المنزلة وهذا المقام وهذا المكان الذي أعطاه الله عز وجل لهؤلاء الإخوان. بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله اعتقدوا أن هذه درجة خاصة بالأنبياء والرسول وأولو العزم من الرسول، ولكن المفاجأة الكبرى لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأعلى صوته: ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فلذلك قام رجل من مؤخرة القوم وسعى، يعني جاء واحد السرعة احتقروا عن الرسول وجثى على ركبتيه، اتطوع الركاب ديالو وقال: من هم يا رسول الله؟ من إعلانيين يا رسول الله؟ قال لي: يعطيه الله هذا المنزل وهذا المقام، يعني طمع على أن يكون منهم، لأن هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأبرار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يسمعون الحديث من رسول الله كأنهم يرونه بأم أعينهم، لا يشكون أبدا، لا يرتاب أبدا، يعني الارتياب هو نوع من الريبة والشك والتردد والظن وما إلى ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني عندما يسمعون الحديث من رسول الله كأنهم يعيشون أو يرونه بأم أعينهم، عندهم اليقين التام والصدق الجازم الذي لا يخالطه الشك ولا ارتياب. ولذلك لما توفي إبراهيم ابن رسول الله من مريم القبطية وتأثر رسول الله بوفاته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد ابتلاه الله عز وجل بمرضعات في الجنة يتم رضاعته، لأنه مات وعندهم العمر 18 شهرا، مات عنده 18 شهر، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أودر ما كملش الرضاعة ديالو في الدنيا، الله تعالى قيض مرضعات في الجنة باش يكمل الرضاعة فعلا، وهو في كفالة إبراهيم، يعني غيكون في الكفالة إبراهيم الأصغر ابن رسول الله، غيكون في الكفالة ديال إبراهيم الأكبر إبراهيم الخليل عليه السلام. فعائشة رضي الله عنها نظرت إلى رسول الله نظرة متعجب، يعني شفت له واحد النظرة ديال المتعجب، لأن الإنسان ملي كيشوف فيك واحد النظرة راها باينة ديال المتعجب ولا ديال المكذب ولا كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أتشكين يا عائشة في هذا؟ واش كتشكي في هذا الشيء؟
فقالت: فوالذي بعثك بالحق نبيا ما شككت، ولكني كنت أرجو من الله عز وجل أن يرزقني غلاما أو ولدا يكون له نصيب في مرضعات الجنة ويكون في كفالة أبي إبراهيم. رد جنت من نقص صدار بالعالمين مريد يخشش وحنجا رد إلى آخره عسير الشرف لشد يضطر مغارين الجنة الذي بكفالة إبراهيم الخليل عليه السلام في أعالي الجنان. يعني هكذا كانوا لا يشكون أبدا في كل شيء أخبر به الصادق الأمين أو صادق الأمين وروى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه وهم جلوس، هذا الصحابة جالسين وكيتكلم عنهم كيقول لهم: بينما رجل يرعى غنما وإذا بذئب انقض على شاة من غنمه فتبعه الراعي فلما أمسك به جلس الذئب على مؤخرة ذنبه وقال له: اتق الله ولا تظلمني في حقي، يعني لا تأخذ حقي. فتعجب الرجل وقال: يا سبحان الله، ذئب يجلس على مؤخرة ذنبه ويكلمني بكلام الناس، ذئب يتكلم معي باللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ما هذا؟ عجبا. فقال له الذئب: أتريد أن تسمع أعجب من هذا؟ تريد تسمع شي خبر يعني عجيب أكثر من هذا؟ قال: نعم. قال: في يثرب، في يثرب رجل اسمه محمد يحدث الناس بخبر السماء، اذهب إليه. فتعجب الناس، الناس اللي سمعوا الحديث تعجبوا، ولكن كاين يجوز الناس ما كانوش حاضرين، الرسول عليه الصلاة والسلام وقع عليهم وهم غياب، يعني وقع عليهم يعني طبع عليهم مغيبين. اش قال لهم الرسول؟ أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكن في مجلس لا أبو بكر ولا عمر. ولكن الغريب في الأمر كما جاء في رواية الإمام السيوطي وغيره أن ذاك الرجل قال له: إن صدقت فالشاة لك، إذا كنت صادق هذا الكبش ولا هذا النعجة اللي شديتها راه بصحتك وعافيتك. يعني ذهب هذا الرجل وجاء إلى أن دخل إلى باب الماء إلى المسجد ووقف بالباب وقال: أفيكم محمد الذي يحدث الناس بخبر السماء؟ واش فيكم الرجل اللي اسمه محمد يحدث الناس بخبر السماء؟ فأشار الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بالقصة، فكبر المسلمون تكبيرة حتى يعني سمعوا التكبير في يعني له ضجيج في ضواحي المدينة، لأن فرق كبير بين هؤلاء الذين وقع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بظهر الغيب أؤمنوا بهذا وأبو بكر وعمر، وبين الناس حتى شافوا الآية وشافوا المعجزة وشافوا الشخص عاد إلى آخره كبروا وأيقنوا. أضف إلى ذلك ما رواه أيضا ابن ماجه في سننه وذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي وهو يحمل متاعه على ظهره ويقود بقرة فتعب ثم وضع يعني المتاع على ظهر البقرة وركب على ظهرها، التفتت يعني البقرة إلى الرجل وقالت له: يا هذا ما خلفت لهذا، يعني ذاك البقرة ظهرت شفت فيه عند ما يدق يا عواش اش قاعد دير هذا بنادم ما كنحشمش، واش الله ما خلقناش قتل ما خلقنيش الله تعالى باش تركب عليا وتزع عليا الثقل؟ قال: وعجبا، بقرة تتحدث، بقرة تتكلم، ما هذا؟ قال له: علاش خلقك الله؟ قلت له: انا خلقني الله باش نعطيك الحليب وكذا ونحرط وهكذا، ما ماشيش والدواب اخرى لا تركب عليها. فتعجب الناس فقال رسول الله ايضا: اؤمنوا بهذا وابو بكر وعمر. وكذلك الصحابي الجليل المعروف غسيل الملائكة حنظلة، حنظلة هذا الشاب الطيب الصالح الذي كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتأثر بكلام رسول الله غاية التأثر، وذات يوم خرج في شوارع المدينة وهو يقول وينادي بأعلى صوته: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فلقيه الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال له: ما شأنه؟ يعني رجل يعرفه ويعرف صدقه ويعرف إخلاصه وأنه من السابقين الأولين من الذين لا يتأخرون، يعني دائما في المقدمة في المعروف وفي الخير وفي الطاعة وفي الجهاد.
ماذا تقول؟ قال لا، فقحنظرة. قال وكيف ذلك؟ قال عندما نكون بين يدي رسول الله ويحدثنا عن الجنة وعن النار فكأننا نراهما، كأننا نرى الجنة بأم أعيننا وكأننا نرى النار كذلك. وعندما نخرج إلى الأهل وإلى الدنيا إلى الضيعات ونعفس الأهل والأسواق وما إلى ذلك، يعني يذهب عنا ذاك الحلاوة وذاك اللذة وذاك اليقين ما كيبقاش. فقال أبو بكر وأنا أيضا، ودخل وهما يبكيان على رسول الله. دخلوا بجوج، ما شأنكما؟ ما خطبكما؟ قال فسبقني حنظلة. قال نافق حنظلة يا رسول الله. كيقول يا رسول الله حنظلة منافق، راه ملي كيسمع القرآن هنا وكيسمع الحديث منك كأنه كيعيش فيه، يعني كأنه يرى الجنة من هنا ويرى النار من هنا ويرى الرحمة ويرى العذاب إلى آخره، ولكن ملي كيخرج للدنيا والبيع والشراء والولاد والأهل وما إلى ذلك، يعني داك الشيء ما كيبقاش. يعني فماذا؟ وكيقول نافق حنظلة رسول الله، يقول لا لست منافقا، انت ماشي بحالك الناس غيكونوا منافقين، هذوك المصيبة العظمى الناس كيكون منافق وما كيخافش من النفاق. يقول الإمام البخاري أدركت شيخي أبو مليكة قال أدركت 30 صحابيا من أصحاب رسول الله كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. وضرب لذلك مثلا، يعني سنذكر بقي شيء من الوقت إن شاء الله. فأقول أيها الأحبة، رسول الله قال لا، ثم قال والله إن بقيتم على هذا الحال، يعني الذي تكونون فيه معي، لنزلت الملائكة من السماء ولصافحتكم على فروشكم وفي طرقكم. يعني لو بقيتم على هذا اليقين الملائكة ستنزل خصيصا من عالم الملكوت لكي تسلم عليكم وأنتم في بيوتكم وعلى فروشكم وفي طرقكم. ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذا الشهيد هنا أيها الأحباب أن الرجل الذي قام لسمع بأن الناس غيتبعثوا يوم القيامة على المنابر ديال اللؤلؤ، المنابر ديال اللؤلؤ ماشي الخشب ماشي اللز ماشي إلى آخره، أكشوط الشينوا ديال أكشوط ومان، بل هذا إلى آخره المنابر ديال اللؤلؤ. عليهم النور الساطع، الناس يغبطونهم، يعني كيتمنوا المنزلة ديالهم وهيهات أن يصلوها. الرجل يعني فعلا طمع أن يكون منهم، وقال من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء الذين أعطيتهم هذه المنزلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم من قبائل شتى ومدائن شتى وقرى شتى اجتمعوا على غير أرحام بينهم، جمعتهم محبة الله عز وجل، هذا من الشمال وذاك من الجنوب وذاك من المشرق وذاك من المغرب، ولكن الذي جمعهم هو حب الله وحب رسول الله وحب هذا الدين وحب هذا الدين. وفي هذا يقول المولى سبحانه وتعالى وهو يصف الأنصار والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، الصادقون في محبتهم والصادقون في إيمانهم وفي يقينهم وفي انتمائهم لدين ربهم. والمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أرسل ملكا على مدرجة رجل، يعني في طريق رجل خرج من بيته فأرسل الله له ملك من الملائكة على صورة إنسان على صورة بشر، يعني فاعترض الرجل، يعني لقيه في الطريق سأل هذا الرجل خرج لهدف، خرج لغاية، يعني خرج من الدار شو الهدف ما هو؟ لذلك الإنسان من يخرج من الدار ويجي البيت الله يكون نية ديالو لله، أنه يصلي لله، يلتقي مع إخوانه لله، يسمع كلام الله، يسمع حديث رسول الله. طوبى لمن صحت له خطوة واحدة يريد بها وجه الله. السعن هو اللي يتم إيش خطوة إيش صريح يتم يجبس بإخلاص محبة لله عز وجل، يعني سيكون له الأجر والثواب عند الله عز وجل. لهذا هذا ملك أرسله الله باش يمتحن الإنسان، خرج من بيته سأله الملك يا رجل إلى أين؟
إلى المكان الفلاني، ماشي البلاصة الفلانية، وماذا ستفعل هناك؟ لأخ هناك في الله أحبه، واحد الأخ ديالي في الله كنحبو لله راه ماشي نزورو، دا كيسولو كيديرلو الامتحان، واش بينك وبينو تجارة؟ لا، أخ وعطاء؟ لا، كاين شي صلة أخرى؟ لا، هل لك عليه من نعمة ربها بغيت تردو السلام؟ لا، قال ولماذا؟ قال أحبه لله، قال أبشر فإن الله عز وجل يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة وأنا ملك من ملائكة الله عز وجل. لهذا ذكر الحافظ الذهبي وسعيد المنصور في فضل المحبة في دين الله عز وجل أن الله تعالى لما خلق شجرة المحبة خلقها في الجنة وجعل لها أغصانا، وأغصان الشجرة في الدنيا ما من قلب مؤمن المؤمن إلا وفيه غصن من هذه الشجرة، فإذا أراد الله تعالى أن يجمع بين أحبابه أمر جبريل أن يحرك هذه الشجرة فتتحرك الأغصان فيلتقي الإخوان وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا هذا الوصف بل أقسم بالله أنه يستحيل أن يدخل الإنسان الجنة إلا وهو يحمل في قلبه هذا الحب وهذه الأخوة لإخوانه. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لأن الله تعالى نزع من قلوب أهل الجنة الضغائن والأحقاد والحسد والبغضاء وما إلى ذلك. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا لما وقع خلاف بين طلحة بن عبيد الله وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا ووصل الأمر إلى عمر بن الخطاب لأنه كان خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين، وتصور لأن الشيطان في كيمشي للقلوب العامرة، لأن الشيطان للسندكي ما كيمشيش للقلوب اللي مخربة أو البيوت مخربة اش غيدي منها، كيقول المثل المغربي اش غيدي ملك الموت من الديور الخربانة اللي ما فيها حال، يعني ما بقى حد ما يدي، ولكن إذا كانت بيوت عامرة راه يبقى ينقب الواحد حتى ما يخلي حتى واحد. الشيطان للسندكي لا يذهب إلى البيوت الخربة وإنما يذهب إلى البيوت العامرة باش يخربها، هكذا يذهب إلى ذاك البيوت اللي فيها الإيمان وفيها اليقين وفيها الرحمة وأن الله تعالى أراد بها خيرا، هذه هي اللي كيمشي لها باش الآخر يزرع فيها العداوة والبغضاء وما إلى ذلك. ولذلك حذر الله عباده المؤمنين فقال قل لعبادي الذين آمنوا، عفوا الآية قوله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. روى الإمام مالك في الموطأ عن إدريس الخولاني هذا من كبار علماء التابعين قال دخلت مسجد دمشق، هذا المسجد دمشق يعني في دمشق في سوريا في الشام، قال فرأيت شابا براق الثنايا إذا تحدث تقطأ الناس رؤوسهم، وفعلا قال لما رأيته لأول مرة أحببته لله، قال فلما انصرف سألت من يكون هذا؟ قالوا إنه حبيب رسول الله. قوات السن ذو مريم ألا وهن السن شاء ما عرفنا ما عرفتوش، قال هذا هو الحبيب ديال الرسول. من؟ إنه معاذ بن جبل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ الرسول بيده وقال له يا معاذ والله إني أحبك، هانئا لك يا معاذ، والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففاز بها معاذ، فالرجل لما سمع هذا ازداد حبا للرجل. قال ثم ترقبت الفرصة لكي أخبره لأنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخاه في الله فليخبره،
اللي يحب شي واحد في الله عز وجل يقولها له، لأن الرجل اللي قال يا رسول الله إني أحب فلانا في الله، قالوا ألله، قال ألله، قال لله، قال هل أخبرته؟ قال لا، قال فقد خنته، أخبره كما أخبرتني، أخبره كما أخبرتني. فلما ذهب إليه وأخبره قال له أحبك الله الذي أحببتني فيه أو الذي أحببتني له. قال فوجدت معاذ بن جبل، يعني ابن جبل رضي الله عنه، في صلاة الصبح. قال فاعترضت، يعني تعرضت في الطريق، فقلت له يا معاذ إني أحبك لله. معاذ بن جبل بغى يتأكد لأن الرجل لأول مرة كيشوفه، قال له ألله. فكرر السؤال ثم قال والله ما أردت أن أستحلفك تهمة لك، راني ماشي حلفتك لأنني ما ثقت فيك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتزاورين فيه وللمتجالسين فيه وللمتحابين فيه، وينادي منادي من قبل الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون فيه؟ أين المتجالسون فيه؟ أين المتزاورون فيه؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله من بينهم رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذا الخلاف الذي وقع بين طلحة بن عبيد الله من عشر مبشر الجنة وعلي بن أبي طالب المعروف سيد الرجال وبطل الأبطال، يعني على قطعة أرض في زمان عمر الخطاب، وصل الأمر لأن شكون الأمير هو عمر. عندما دخل طلحة قال عمر تقدم يا طلحة، وعندما رأى علي قال إلى هنا يا أبا الحسن، قال له تقدم عندي هنا يا أبا الحسن، أجل هنا أجل، أنت خصك تقرب لنا. فغضب علي وقال له ما هذا يا أمير المؤمنين، إنك لم تسوي بيني وبين خصمي حتى في الكلام وحتى في المجلس، لقد ناديت على خصمي باسمه المجرد وناديت علي بأحسن بأحسن الألقاب إلي. فقال معذرة. ثم بعد ذلك قام عمر وسمع منهما وتبين أن الحق مع علي في تلك اللحظة. فماذا قال طلحة لأخيه علي؟ أقسمت عليك بالله يا علي واعف عني، فقد ظلمتك أو اعتديت عليك أو سئت الظن فيك. فماذا قال علي؟ والله لقد سامحتك يا أخي قبل أن أدخل إلى هذه المحكمة. فقام عمر وضمهما إلى صدره وقال مؤمنان ورب الكعبة، وقرأ هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيها الأحبة في الله، كلكم تعرفون يوسف الصديق عليه السلام وتسمعون عنه أو تقرؤون عنه الكثير. لماذا رفعه الله في الدنيا والآخرة؟ لأن الله أوحى إليه يا يوسف بعفوك عن إخوتك رفعت قدرك في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان وفي السنة الثامنة من الهجرة دخل مكة من أبوابها الثلاثة، وجنود يعني المسلمين أحاطوا بالكعبة من كل مكان. وعندما دخل مكة وإذا به يرى هبار بن الأسود. هبار بن الأسود هذا أتعرفون من هو؟ إنه قاتل بنت رسول الله، قاتل يلغي جسم الرسول، لأن زينب بنت الرسول عليه السلام لما أرادت أن تهاجر من مكة إلى المدينة وكان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزوج لها كان ألقي عليه القبض وأصبح أسيرا عند المسلمين، وصيفت النبي صلى الله عليه وسلم قال له إما تفدي راسك وإما ما شاء الله. فعلا هو عندما جاء يفدي راسه ماذا فعل؟ أرسل إلى زينب، هذا النسيب ديال الرسول، أرسل إلى زينب وقال له دير راه الجيش ديال الأب ديالك راه شدوني ودابا راني أسير وأنا الأب ديال الأولاد ديالك ودابا إلا غادي تفديني شوفي باش. فهي كان عندها عقد، واحد العقد شنو هو؟ واحد السلسلة، واحد الخناق كان ديال الأم ديالها خديجة الكبرى رضي الله عنها، صيفطت داك العقد باش تفدي به الزوج ديالها ويطلقوا الرسول. وعندما وصل العقد إلى رسول الله ورآه ذكر
خديجة فبكى. الصحابة منين شافوا هكا قالوا يا رسول الله ردوا العقد ديالو وطلقوا، طلقوا به بالعقد، لا عرفش هز كلشي. اشترط عليه شرط، قالوا الرسول إذا بغات تخش الإسلام على الأقل صيفطي بنتي راها مسلمة. طيب، وعندما أرادت أن تخرج بنت رسول الله مهاجرة جاءها الضب الأسود هذا واستفز الناقة، يعني هي راكبة على الجملة على الناقة وكانت حامل من شهرها الأخير، يعني عندها 9 شهور داك السنة التالية، يعني الشهر التالي باش تولد. جا هو هذا يعني الضب الأسود ووكز الناقة من الخلف، بحال يعني نخصها من الخلف، فارتفعت الناقة إلى الأعلى ورمت ببنت رسول الله فوقعت على صخرة ونزفت وخرج ما في بطنها، يعني ولدت قبل الحال قبل الوقت، يعني قتل الجنين وبدأت تنزف وكان هذا سبب موتها. تجدي الأرواح. ومع ذلك وصلت إلى المدينة وبعد ذلك يعني إلى آخره توفيت بعد مدة. سبحان الله. الرسول عليه السلام عندما دخل مكة هو دخل أول واحد بغلقه، لأن الله تعالى حجب عن أهل مكة خبر الرسول، لأن طلب الله تعالى ما يعرف شي واحد الخبر بأن رسول الله غادي يدخل الكعبة، غادي يدخل مكة. فالله تعالى أخذ أبصارهم لهم، ولا المخابرات ديالهم ولا العيون ديالهم ولا تجوعي ساق الخبر أبدا، حتى فاجأهم الرسول عليه السلام وهو قد أحاط بالكعبة من كل جانب. إذا فماذا سيفعل؟ هذا قاتل قتل جرد الأرواح. عندما رآه رسول الله من شدة الهول أراد أن يفر، يهرب، أن يركب الفرس من شدة الهول والخوف، هو يركب الفرس يعني يعتقد أنه يركب من الأمام وهو يركب من الخلف، يعني من شدة الخوف، يعني مش يشد عند الراس ديال الفرس ويركب، بدك يشد تابع ديال ويركب ويطيح، ما بقاش كيعرف الراس من الخلف، يعني من التابع إلى من الذنب ديال الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف هذه الحالة وهذا الهول كل خوف من رسول الله، قال هبار بن الأسود قاتل ابنتي، يا هبار بن الأسود ارجع فقد عفونا عنك. سيارة احنا سمعنا لك. يقول هبار بن الأسود والله ما رفعت بصري في وجه رسول الله، ما رفعت بصري في وجه رسول الله، ولو طلبوا مني أن أصفه ما استطعت، لأنني كنت أستحي منه، ما قدرتش، ما عنديش الوجه اللي نشوف الوجه ديال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفعلا قال في نفس اليوم وهو ينظر إلى وجوه نصبته العداء والعذاب والتعذيب 21 سنة كيشوف حول الكعبة بإشارة واحدة غادي يملأ الكعبة المشرفة كلها دماء، أنهار من الدماء، القادة ديال الجيش كلهم ينتظرون الإشارة من رسول الله. بماذا سيأمر؟ هؤلاء الذين حاربوه وقاتلوه وفعلوا كل شيء ضده، حتى بيته، البيت ديال صلى الله عليه وسلم سووه بالأرض، ما خلاهوش كاع، سووه بالأرض. كل هذا وقد قتلوا أحب الناس إليه، قتلوا حمزة أسد الله وأسد رسوله، وقتلوا مجموعة كبيرة من خيار ومن كبار ومن مقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينظر إليهم ويقول لهم يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا جميعا أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال بملء فيه، وهذا ما ينبغي أن يعرفه الزعماء وأن يعرفه العلماء وأن يعرفه الرؤساء والأمراء وأن يعرفه الذين يهددون المسلمين في كل مكان، الذين يعذبون المسلمين ويحاصرونهم ويمنعونهم من أبسط حقوقهم، الذين يقتلون المسلمين ويغدرون بهم سواء في مصر أو في سوريا أو في غير ذلك من المناطق، هذا نبيكم، هذا رسولكم،
يقول بأعلى صوته: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسلم في ذلك اليوم أكثر من 2000 رجل في يوم واحد، دخلوا الإسلام. هذا دين المحبة، هذا دين الرحمة، حتى أبو سفيان. لأن المحبة في الدين جمعت بين الأعداء المحاربين، وأصبحوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وفرقت بين الأقارب والأحبة في الطين. المحبة في الدين جمعت بين الناس اللي عندهم عداوة وعندهم حروب، ومع ذلك من يتحبوا في الدين ولو كالبنيان المرصوص، إخوانا المتحابين. ولكن المحبة في الطين يعني محبة العليلة والسلام وكذا، ما فيهاش الدين، يعني فرقت بين الأقارب وجعلتهم يعني بعضهم أعداء لبعض. مثلا أذكر على سبيل المثال الحصر، لأن الدين هو الدين واحد من نهار اللي خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى زماننا هذا. إن الدين عند الله الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون إليه. فنوح شيخ المرسلين وابنه، يعني هذا الابن دياله، ولكن عندما لم تكن هناك محبة في الدين فرقت بينه وبين ابنه. ابنه كان مع الكافرين وسيدخل النار مع الداخلين، هو وزوجته إلى آخر، كما أخبر الله بذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم. لوط مع زوجته، إبراهيم الخليل مع أبيه، محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبا طالب، بل مع أقاربه أبو لهاب وغيرهم، هذو كلهم عمامه، يعني أول من حاربهم أهله، يعني هؤلاء يعني العشيرة للقريش هم الذين حاربوه وآذوه وتآمروا عليه، وخرج فار بدينه منهم، يعني مهاجرا إلى مكة إلى المدينة وهكذا. ولكن سبحان الله، كان هناك أعداء حاربوا رسول الله مدة طويلة، وبعد ذلك أصبحوا من أقرب الناس إلى رسول الله. أذكر على سبيل المثال الحصر أبو سفيان. أبو سفيان هو القائد الزعيم ديال المشركين في جميع المعارك، لا يعني هو الذي كان يقود القافلة التي وقعت في غزوة بدر، يعني المعركة بسببها، كذلك هو الذي قاد غزوة ما يسمى بمعركة بدر الثانية وهي حمراء الأسد، غزوة أحد، وغزوة أخرى وهي خطيرة غزوة الأحزاب. ولكن عام الفتح عندما أسلم ماذا فعل وكيف أصبح؟ أصبح من أحب الناس إلى رسول الله، بل إلى المسلمين أيضا، لأنه بعدما فتح الله عز وجل مكة وأصبحت تحت سيطرة المسلمين، قامت قبائل ديال غطفان وهوازين وما إلى ذلك، وتآمروا، خافوا على المناصب ديالهم، خافوا على الكراسي ديالهم، وخافوا على المصالح، لأن اللي كيكره الإسلام إلا اللي عنده مصلحة خاصة، لأن الإسلام جاء بالمصلحة لعامة البشرية، ولذلك أن هؤلاء خافوا على مصالحهم، كانوا يستعبدون الناس إلى آخره، ويحبون الغطرسة والأنانية، وكخصهم يعني الأسياد والعبيد، يعني يكون طرف عبيد وطرف أسياد، هم الأسياد والباقي عبيد. فلذلك الإسلام لا يوافقهم على هذا، لأن الإسلام جعل الناس سواسية كأسنان المشك، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلذلك تآمروا، اجتمعوا وداروا واحد الحرب من أخطر ما يكون، جمعوا وليداتهم والمتع ديالهم وما يملكون، لا من ذهب ولا من فضة ولا من قماش ولا من حارير ولا من ماشية، بقر، غنم، إبل إلى آخره، وجمعوا الوليدات ديالهم وعيلاتهم وجابوهم تهم الأرض المعركة. باش معنى هذا أنهم باش ما يرجعوش للخلف يقتلوا حتى يموتوا، من يدور هكا يلقى باهم ولدو بنتو الزوجة ديالو غادي يقولوا هادو مشاو، يعني غيستمروا بالمعركة. إذا خرجوا بواحد استناتة قوية جدا، وفعلا المسلمون كان العدد ديالهم 10,000 اللي دخلوا مكة، و2000 اللي سلموا في ذاك اليوم، تلك 2000 خرجوا، وكاين بعض منهم اللي كان الإسلام ديالهم على قد الحال مو ذبذب، لأن غير من شاف القوة ديال السيف والقوة ديال المسلمين
أدخل الإسلام خوفا من القتل أو من السبي أو ما إلى ذلك. فلذلك عندما بدأت المعركة وهؤلاء المشركون فاجأوا المسلمين، لأن جو الأودية والشعاب والأشجار وراء الأحجار، وفعلا تخبعوا وهم يعني يحملون أسلحة، ما يسمى يعني بدك النبال يعني كيرموها من المسافة. يعني فجأة المسلمون مشي وقالوا لن نغلب بعد اليوم، لأن يعني شافوا العدد ديالهم بزاف. احنا رب العالمين صلنا في بدر كنا غير 314 ولا كذا، ودابا احنا الالاف المؤلفه راه ما يمكنناش نتغلبوا اليوم يعني من كثره، احنا عندنا بزاف هكذا. قال والله تعالى قال: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لان النصر ماشي بالكثره، النصر هو من عند الله عز وجل، النصر بالثبات على دين الله، لتنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فلذلك الله تعالى قال: فلم تغن عنكم شيئا. فماذا حصل؟ الاخر فاجاوهم، العدو فاجاهم بالنبال كالمطر الغزير، يعني بقات ذاك النبال كتنزل على المسلمين بحال المطر، ففروا كلهم كل شيء هرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده، ولكن من معه العباس عمه وابو سفيان أمام الآلاف، أمام 4000 مشرك، والنبال كتسقط على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كالمطر. يعني سبحان الله، أش كيقول الرسول؟ أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. ثبت معه 2 أو 4 اللي متفق عليهم العباس وأبو سفيان، هذا اللي سلم قبل أيام، وسبحان الله كان يحمل سيفين ويتقدم إلى الأمام ويضرب بيمينه وشماله، وكيتعرض لذاك السهام اللي مجيا وذاك النبال باش ما توصلش للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني العباس كيقول لأن الآخرين كلهم هربوا فروا من أرض المعركة، وثبت بعدهم علي وأبو بكر وعمر. لكن الغريب في الأمر بدأوا بعض المنافقين كيقولوا اليوم بطل السحر، يعتقدوا بأن الرسول كان ساحر، وقالوا ذاك السحر محمد ظهر نهار تسالى. وآخرون قالوا لن يقف آخر القوم إلا في البحر، ملي شوفوا ذاك الهارع وذاك الهروب قالوا راه الثاني ديالهم غادي يردوا البحر، غيوقفوا البحر، أما الأول غير راه كاع يمشي بالفرق. لكن الرسول وقف وبدأ ينادي على أصحابه، فماذا كان يفعل أبو سفيان؟ أبو سفيان هذا اللي قلنا 21 سنة، هو كيحارب الرسول وعطى أموال كثيرة اللي يقتل الرسول، وحاول باش يقتل الرسول عدة مرات، وحاصره 3 سنوات وهاد الشعب مع كبار المشركين. وسبحان الله عندما آمن، عندما قذف الله في قلبه الإيمان، كيف أصبح يدافع عن رسول الله، يتقدم إلى الأمام، ثم يرجع إلى رسول الله ويقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، ويقبل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستمد منهما القوة. فيقول العباس يا رسول الله هذا أبو سفيان يدافع عنك بنفسه وروحه، ادعو له يا رسول الله. فيقول رسول الله اللهم إني أحبه فأحبه يا رب العالمين. يا سبحان الله، هكذا إذن الإسلام يحول العداوة إلى محبة وإلى مودة وإلى أخوة، جعل المؤمنين متحابين وعلى الخير متعاونين وللشر تاركين وللمعروف آمرين وعند حدود الله واقفين. أيها الأحبة في الله، الحديث في الحقيقة ما زال طويلا، وهذا باختصار شديد، ولكني أريد أن أختم بهذه الأحاديث العظيمة، لأن فيها بشارة لنا إن شاء الله، وفيها يعني تحفيز لنا إن شاء الله، لأن الإمام مالك كان إذا قرأ هذه الأحاديث تأثر وقال الحمد لله، والله ما فرح المسلمون فرحا كفرحهم بهذه الأحاديث التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن قوم يحبهم ولكنه لم يعمل بعملهم. إنسان كيحب شي قوم كيحبهم من قلبه، كيحاول يجتهد يكون بحالهم، ولكن ما دارش ذاك العمل اللي داروا. اش قال الرسول عليه السلام؟ المرء مع من احب، من احب قوما
حشر معهم. كذلك الرجل الذي جاء يسأل عن الساعة، قال له ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل، ولكن يحب الله ورسوله. قال له أبشر فمن سمع من أحببت يوم القيامة. وكذلك الآثار الذي ورد عن سفيان الثوري رحمه الله من علماء التابعين أنه في حجته الأخيرة، يعني في الدنيا، الحجة الأخيرة التي حجها في الدنيا، عندما يعني ختم الحج ومناسك الحج، جلس في الكعبة بعد الطواف، بعد الطواف ديال يعني ديال الوداع، قال جلست واتكأت على سارية من سواري المسجد الحرام وأنا أنظر إلى الكعبة، فأخذتني إغفاء يعني مقدمة النوم، فرأيت رؤيا، رأيت بأن جبريل نزل من السماء ومعه ميكائيل، أحدهما يحمل منديلا أخضر والآخر يحمل ماء، يعني ودخلوا الكعبة. فدخل رسول الله ودخل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأنصار المهاجرون ومجموعة كبيرة من الناس، وفعلا بدوك يصبوا عليه ذاك الماء. أول واحد يصبوا عليه بذلك الماء هو رسول الله، ثم تتابع الناس، هو دخل كيشوف يا الله يا الله، يعني دازوا الصحابة هم يصبوا ليه، هو قال صبوا عليه الماء. واحد قال له كب عليه الماء، قال له لا لا لا، هذا ماشي منهم، هذا أوجبوا سكينين. هو في ذاك الحالة يعني فهمنا، يعني ومع ذلك قام مسرعا وحتى وصل الى رسول الله وقال بل انا منكم يا رسول الله، راني منكم. قال له الدليل حجه، فالبيعه تمنى بزاف اللي كيقولوا احنا من رسول الله، ولكن رسول الله تبرى منهم. ويحلفون بالله انهم لم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يا ابي قد، فقال ما هي الحجه؟ ما هو الدليل؟ قال يا رسول الله حدثني فلان عن فلان عن أنس بن مالك أنك قلت المرء مع من أحب، وجاء عن أبي هريرة أنت قلت أنت مع من أحببت يوم القيامة، وعن ابن عمر من أحب قوما عشر معهم، يعني ذكر له السنة. قال له قلت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم صدق فلان وصدق فلان وصدق أنس وصدق أبو هريرة وصدق عبد الله وصدقت وصدق الله، صب عليه الماء فإنه منا. قال فلما قام وجد في يديه رائحة المسك لم يشم مثلها قط، وجعل الناس يسلمون عليه ويقولون له من أين اشتريت هذا المسك حتى نشتري مثله، فلا يجد لذلك جوابا إلا الدموع. فهذه هي المحبة في الدين، وبهذه المحبة سندخل الجنة إن شاء الله آمنين. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين، وعن الخير متعاونين، وللشر تاركين، وللمعروف آمرين، وعند حدودك واقفين. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق، ومن الحسد والشقاق، ومن الخيانة وسوء الأخلاق. اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، ولساننا بالذكر والإحسان، وجوارحنا بالعمل الصالح يا ديان. اللهم نجينا جميعا من فتنة هذا الزمان، وانصرنا على شياطين الإنس والجان. اللهم تقبل منا صيام وقيام شهر رمضان، وجد علينا بخيرك وفضلك يا حنان يا منان. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وقلب مجبور، وعمل متقبل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. واغفر لنا جميعا يا غفور، وكلنا يا مولانا في جميع الأمور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولحاضرنا ولغائبنا وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المظلومين والمحاصرين والمجاهدين والمعتصمين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان، يا رب كن لهم وليا وناصرا ومعينا وظاهرا. اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أيدهم بجندك. اللهم إنهم كفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فاطعمهم، مظلومون فانصرهم، محاصرون ففك أسرهم وأطلق سراحهم. اللهم لقد تآمر عليهم المتآمرون، وخانهم الخائنون، وكاد لهم الكائدون. اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك.
اللهم فل حدتهم ومزق وحدتهم وازل عن ارضك سلطانهم ولا تجعل لاحد منهم سبيلا على احد من عبادك المؤمنين. يا مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين وردنا جميعا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين وفرج الكرب على المكروبين واقض الدين على المدينين وتقبلنا جميعا في جودك الصادقين وفي حزبك الغالبين وادخلنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين واجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.